بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطلاب الصف الأول الثانوي متابعي قناة الإسكولة التعليمية، احنا كنا اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن درس الحياة السياسية والإدارية، وشرحنا فيه نظام الحكم اللي كان موجود في مصر الفرعونية. بدأنا بالفرعون الوزير، بعدين اتكلمنا على الإدارة المحلية، واتكلمنا على الإدارة المركزية، وشرحنا بعض العناصر زي الجيش والأسطول والقضاء. احنا ان شاء الله النهاردة في حلقتنا هنتكلم على درس جديد، وهو الدرس الرابع بعنوان الحياة الاجتماعية. طب يا ترى احنا هنعرف ايه في الحياة الاجتماعية عند قدماء المصريين؟ هنتكلم على الطبقات اللي كانت موجودة، هنتكلم على حاجة اسمها العدالة الاجتماعية عندهم، نتكلم على الحياة العائلية، وهنتكلم عن المسكن وعن الملبس وادوات الزينة واعيادهم واحتفالاتهم. تعالوا بينا نشوف درسنا النهاردة. في البداية هنعرف ان الانسان المصري عاش في العصر الحجري القديم على الصيد وعلى الالتقاط. طبعا الصيد هو صيد الحيوانات، والالتقاط هو التقاط الثمار، وكان بيعيش في مجموعات بشرية قليلة وما استقرش في مكان واحد، لان احنا عندنا العصور الحجرية في العصر الحجري القديم والعصر الحجري الحديث. العصر الحجري القديم بتوضحه الصورة انه كان ممكن يصطاد اسماك، كان ممكن يصطاد حيوانات، كان ممكن يلتقط ثمار ان هو يطلع على شجرة ويبدأ ياخد الثمرة، لكن الكلام ده يبدأ يتغير في العصر اللي بعد كده. وفي العصر الحجري الحديث بدأ الانسان المصري ينزل الى وادي النيل واستقر فيه، فبدأت تزيد الروابط الاسرية، لان جفت المياه في الصحراء اللي كان عايش فيها سواء الصحراء الشرقية والغربية، فاتجه الى مصدر المياه اللي موجود وهو نهر النيل، ونهر النيل علمه الاستقرار وعلمه الزراعة، فتبدأ تحصل الروابط الاسرية بين المجتمع المصري، وبدأت تتكون القرى وتتكون المدن وتتكون الاقاليم، وكل واحد بدأ يعرف واجباته ويعرف حقوقه الاجتماعية، فنشأ المجتمع بالمعنى الامثل للكلمة دي. نبدأ نشوف طبقات المجتمع المصري القديم. المجتمع المصري كان بيتكون من 4 طبقات. اولا الفرعون واسرته، 2 الوزير كبار الكهنة رجال الدين حكام الاقاليم اللي هم اشبه بالمحافظين دلوقتي، 3 الموظفين والفنانين والحرفيين. طبعا الفنانين هنا اللي هم ممكن يكون فن رسام او نحات او غيره، عمال الصناعة الصناع والزراع الرعاة والخدم وصغار أصحاب الحرف. يبقى أنا عندي كده 4 طبقات كانت في المجتمع المصري القديم. أول طبقة الفرعون وأسرته، الطبقة الثانية الوزير وكبار الكهنة وحكام الأقاليم، الطبقة الثالثة الموظفين والفنانين والحرفيين، آخر واحدة عمال الصناعة والزراعة والرعاة والخدم وصغار أصحاب الحرف. ثانيا القوانين والعدالة الاجتماعية. طبعا المصريين القدماء كانوا بيفضلوا العدالة وبيشعروا بأهميتها، لدرجة ان هم خلوا احدى آلهتهم على اسم ماعت، وماعت معناها العدل والصدق، وده كان الشعار بتاع المحاكم المصرية لحد الآن، ان هم بيحطوا تمثال في ايده زي ميزان كده لتحقيق العدل ولتحقيق الصدق. طبعا لم يكن تحقيق العدالة الاجتماعية قائما على السلطة الحاكمة وحدها، يعني ما ينفعش الدولة بس هي اللي تقوم بتحقيق العدالة الاجتماعية، لازم يشارك أبناء المجتمع في مساعدة الدولة ومساعدة الآخرين وسد احتياجتهم، وده اللي بيسمى الآن دور المجتمع المدني في مواجهة مشكلات المجتمع، لأن الدولة لوحدها مش هتقدر إن هي تواجه المشكلات بطولها، الحكومة لوحدها مش هتقدر تواجه المشكلات لوحدها، فبالتالي محتاجين هنا هو إن المجتمع أبناء المجتمع يشاركوا في التحقيق أو لمواجهة مشكلات المجتمع. نبدأ بقى نتكلم على الحياة العائلية كان شكلها إيه في مصر القديمة. في البداية هنتكلم على الأسرة المصرية. طبعا المصريين في البداية كانوا بينظروا للزواج باعتباره رباط مقدس، لأن الأسرة طبعا الإنسان لما بيكون أسرة بيبدأ يشعر بالراحة وبالاستقرار وبالهدوء. ومن تقاليد الزواج الفرعوني قديما
إن كانت عائلة العروسين تتقاسمان تكاليف الزواج ما بين الزوج والزوجة، كان في احتفالات وكانت فيه ولائم، كانت الهدايا بتقدم للعروسين من الأقارب ومن الأصدقاء، وبعد الزواج بيبدأ الزوجين بيتقاسموا، كل واحد ليه مهامه وكل واحد ليه مسؤولياته، ودي لحد كبير متشابهة مع اللي موجود حاليا. تربية الأبناء، كان زمان قدماء المصريين بيعتزوا كثيرا بأولادهم، لأن طبعا الأبناء كانوا بيشاركوا آبائهم في الأنشطة المختلفة، يعني ممكن الابن يساعد أبوه في أنشطة زي الزراعة، لكن طريقة تربية الأطفال بتختلف حسب اختلاف طبقات المجتمع. فهنتلاقي أن في الأسر الفقيرة التربية كانت عن طريق الأم، حيث يتعلم الصبي الصغار الحرفة من آبائهم أو من حرفي خبير، يعني في بداية نشأة الطفل الأم هي اللي بتتكفل بيه، وبعد كده يبدأ أبوه أو حرفي يعلمه حرفة يشتغل بيها، والفتيات كانت بتشتغل في البيت وكانت بتتلقى تدريباتهم بالمنزل على أيدي الأمهات. يبقى الناس دي ما كانتش بتسعى لحتة إن أنا أودي أولادي للمدارس. الوضع يختلف بقى في الأسر الغنية وفي الطبقة العليا، فكانت الأسر الغنية تستأجر مرضعات لأطفالهم، وكانوا بيبعثوا بأبنائهم إلى المدارس، يبقى الأسر الغنية بتهتم بالتعليم. أما أبناء الطبقة العليا فرعون وأسرته فكانوا يرسلون أبنائهم أحيانا إلى القصر الملكي، لأن طبعا لما يودوا ولادهم للقصر الملكي بيبدأ يتربى مع أبناء فرعون عشان دول اللي هيمسكوا الدولة، وكانت بناتهم يتعلمن بالمنازل. نشوف بقى وضع المرأة في مصر الفرعونية. ارتفعت مكانة المرأة في مصر القديمة، وتمتعت بالكثير من الحقوق، ومارست المهن المختلفة، وعملت بالسياسة. دور المرأة في مصر القديمة كان لها أدوار متنوعة، فدورها الرئيسي كان في المنزل، إن كانت الأم تتولى مسؤولية كل ما يتعلق بشؤون المنزل وتربية أبنائها الصغار. من ضمن أدوار المرأة أيضا دور سياسي ودور عسكري. فالسياسي في بعض النساء تولت الحكم مثل الملكة حتشبسوت اللي اتكلمنا عنها في الدولة الحديثة، وفي بعض النساء كان لها دور في بعث الروح الوطنية المقاومة لتحرير أرض مصر من الهكسوس، ومنهم جدة أحمس الأول تيتي شيري وأمه أياح حتب. أيضا في دور ديني لبعض النساء، فبعض النساء تمتعت بمكانة خاصة في عالم المعبودات المصرية مثل إيزيس، وكان بعض النساء كاهنات في المعابد. أيضا من ضمن أدوار المرأة اللي تمتعت بها كان لها دور اقتصادي، إن هي خرجت إلى الأسواق، كانت تمارس عمليات البيع والشراء، اشتغلت بعض النساء في صناعات زي صناعات الأغذية، صناعات المنسوجات، كان ليها حق إن هي تمتلك تتصرف في الممتلكات الخاصة بها سواء بالبيع أو بالمنح لأي حد. كان بعض النساء في مصر الفرعونية بيعرفن القراءة والكتابة، وطبعا دي كانت حاجة صعبة جدا، القراءة والكتابة الهيروغليفية، مثل ميريت آتون بنت أخناتون التي كانت تعمل كاتبة. رابعا المسكن والأثاث. المسكن في البداية كان يبنى في مناطق مرتفعة بعيدة عن الفيضان عشان ما تتدمرش وتغرق، وكانت بتتعمل من الطوب اللبن المخلوط بالقش والرماد، وكانوا بيستخدموا الحجر لإقامة الأبواب بتاعة المنازل، الأعمدة اللي بتمسك الأسقف، وفرش أرضها بالحصي أو الحجر الصغير. واختلفت المساكن في مصر القديمة باختلاف طبقات المجتمع المصري. فلو جينا نتكلم على مساكن العامة، هنتلاقي أن المساكن دي كانت من الطوب اللبن، كانت بسيطة جدا، ممكن تتكون من طابق واحد، دور واحد، حجرة واحدة، وتتصل بفناء بحوش صغير، وأساسها أساس بسيط جدا. أما مساكن الطبقة الوسطى كانت أحسن حال، أكثر اتساع من اللي قبل منها من مساكن العامة، وكانت ممكن تكون من طابقين.
ولو انتقلنا لمساكن الأغنياء هنتلاقيها إن هي كانت مساكن كبيرة متعددة الحجرات، فيها صالة واسعة لاستقبال الضيوف، فيها مخازن للغلال، اسطبلات للحيوانات بتاعتهم، وتحيط بها حديقة تزرع بها الأشجار، ودي أشبه بنظام الفلل اللي احنا بنشوفها حاليا. أما القصر الفرعوني ده كان مضرب المثل في الفخامة والاتساع. خامسا، الملابس وأدوات الزينة. طبعا ملابس المصريين زي حياتهم كانت بسيطة، واختلفت الملابس في مصر القديمة باختلاف الطبقات، لكن كانت الطبقات الشعبية ساعات بتحاول تقلد الطبقات الأعلى منها في الملبس. طب يا ترى الملبس كان من ايه؟ المصري القديم كان بيصنع ملابسه من الكتان، لكن الملوك والأغنياء كان ليهم كتان رقيق ناعم بيصنعوا منه ملابسهم، أو حرير مستورد من سوريا، وكانت ملابسهم تطرز بالذهب والفضة والأحجار الكريمة. واهتم المصري القديم بالنظافة، خاصة نظافة جسده وملابسه، وأحبوا الزينة سواء الرجال أو النساء، فكانوا بيلبسوا في الزينة الخواتم، العقود، الأساور، والمرأة كانت بتعتني بمظهرها وجمالها. سادسا، الألعاب الترفيهية والاحتفالات. المصر القديم أقبل على الحياة ونجح في أن يوازن ما بين العمل الجاد واللهو والمرح، يعني مش كل حياته شغل ومش كل حياته مرح، كان بيوازن بين الاتنين. وكان المصري بيحرص على الاستمتاع بمباهج الحياة لكن دون إسراف، من خلال وسائل ترفيه متعددة منها ما يلي: أول وسيلة كان بيرفه بيها عن نفسه كانت رياضة الصيد. المصري القديم كان بيخرج للصيد مصطحب مع أسرته ومع أدواته اللي هيصطاد بيها، وهو راجع بيحرص إن هو يجيب زهرة اللوتس اللي انتوا شايفينها قدامكم ديت عشان يزين بيها منزله، وكان الملوك والأمراء بيصطحبوا معاهم الخدم في رحلات صيدهم. الألعاب الرياضية، من أشهر الألعاب اللي هم كانوا بيرفهوا عن نفسهم بيها ألعاب المصارعة، ألعاب التحطيب، التحطيب دي لازالت موجودة في صعيد مصر لحد الآن، حمل الأثقال، القفز الطويل، الكرة، السباحة، التجديف. الألعاب دي كلها معظمها ألعاب جماعية تعتمد على القوة وبتخضع لقواعد خاصة زي ما موجودة دلوقتي. وكان عندهم أنواع من الألعاب بتعتمد على الحظ وعلى التفكير، فالألعاب اللي بتعتمد على التفكير لعبة تشبه الشطرنج لكن مع اختلاف الرقعة ومع اختلاف الدمى اللي هم بيلعبوا بيها. وعندهم لعبة على رقعة مربعة تشبه لعبة السيجا المعروفة الآن، ودي ألعاب بتمثل ألعاب الحظ. الغناء والموسيقى، من ضمن الحاجات اللي كانوا برضو بيرفهوا بيها عن نفسهم. كان المصري القديم بيحب فنون الغناء والموسيقى، وارتبطت الموسيقى عندهم بالشعر وبالغناء وبالترانيم، فهو بيستخدم الموسيقى في الشعر وبيستخدمها في الغناء وبيستخدمها في الترانيم اللي بيقولها في معبده. وعرف بعض الآلات الموسيقية زي المزمار، زي الناي، الدفوف، الطبول، العود، وآلة اسمها آلة النفير ودي عاملة زي البوق، اللي ممكن طبعا يعرف شكلها ممكن يكون شكلها عامل كده، ده بيسميها آلة ايه؟ البوق. كانت الأغاني يا إما فردية لوحده أو جماعية نظام كورال، ومنها أغاني ينشدها العمال أثناء العمل في الحقول، أو أغاني تنشد أثناء الرعي، أو أغاني تنشد في المعابد والجنازات. يبقى الأغاني بتاعتهم يا إما في الحقل يقولها المزارع، يا إما في الرعي، يا إما في المعابد والجنازات، ودي تعتبر أغاني دينية. أما أعياد المصريين اللي كانوا بيحتفلوا بيها فكانت متعددة، والأعياد دي ظهرت مع العقائد الدينية، فكانت عندهم أعياد دينية كانت تقام في مختلف الأقاليم المصرية، تقام في المعابد احتفالا بالآلهة. ومن أمثلة الأعياد الدينية عيد آلهة عندهم زي عيد أوزوريس ورع
وآمون. عندهم أعياد تانية بنسميها أعياد قومية أو أعياد اجتماعية، زي عيد الفيضان، فيضان النيل، عيد البذر لما يرمي البذور في الأرض، عيد الحصاد لما يحصد المزروع الزرع بتاعه. أعياد خاصة بالفرعون زي يوم ميلاده وزي عيد جلوسه على عرش مصر. وآخر الأعياد احتفالات بالجيش، حيث تقام مواكب النصر والاحتفالات بعودة الجيش المصري منتصر من حملاته خارج البلاد، زي ما مصر دلوقتي بتحتفل كل عام بذكرى 6 أكتوبر. يبقى الأعياد يا إما أعياد دينية يا إما أعياد قومية أو أعياد خاصة بالفرعون أو أعياد خاصة بالجيش اللي هي احتفالات الجيش. نبدأ بقى مع بعض نحل بعض الأسئلة المتعلقة بدرسنا الرابع الحياة الاجتماعية، وهنبدأ بسؤال اختر الإجابة الصحيحة. السؤال الأولاني نقراه مع بعض كده، بيقول: يتحدث أحد حكام الأقاليم في عهد الملك سنوسرت الثالث قائلا: إني لم أستعمل القوة مع أحد من الأهالي، ولم أظلم، ولم أقبض على عامل، ولم أطرد راعيا، ولم يكن هناك فقير ولا جائع في عصري، وعندما حلت سنة المجاعة لم يوجد جائع واحد. في ضوء النص التاريخي حدد أهم القيم اللي اشتمل عليها النص. هنختار قيمة من القيم اللي قدامنا، فكر مع بعض. طبعا إجابتنا لازم تكون هي الحق والعدالة، هي أساس الحكم. السؤال الثاني: العدل أساس الملك، تسعى الدولة إلى تحقيق الاستقرار والأمن لجميع مواطنيها. في ضوء العبارة السابقة، ما أشهر القوانين التي وضعت في تاريخ مصر القديم لتحقيق الاستقرار؟ وعندي مجموعة من القوانين: حور محب، حمرابي، قوانين بيبي الثاني، قوانين تحتمس الثالث. طبعا احنا خدنا قوانين مشهورة قدرت تحقق الاستقرار لمصر، وهي قوانين حور محب. سؤال آخر: تم تحقيق العدالة الاجتماعية للشعب وإعلاء قيمة الفرد وكرامته في عهد ملوك عصر الدولة قديمة أو وسطى أو حديثة أو عصر متأخر. طبعا احنا قلنا ان الكلام ده حصل بعد الثورة الاجتماعية الأولى، ودي بتبدأ بعدها عصر جديد بنسميه عصر الدولة الوسطى اللي فيه تحققت العدالة الاجتماعية. جايب صورة قدام مني، بيقول لي: من خلال الصورة التي أمامك يعني اسم هذه الإلهة، ومكتوب الإلهة ماعتا على الصورة، الاسم ده بالنسبة لهم كان يعني. اختار من الأربعة اللي قدامنا، طبعا اختيارنا هيكون هو رقم 3 الصدق والعدل. هيديني مجموعة إجابات وبيقول لي: ضع دائرة حول المختلف. ظهرت لي تيتي شيري، إيه حتب، إزيس، حتشبسوت. طبعا لما نيجي نبص إن دي كانت من ضمن أدوار المرأة في مصر القديمة، فكان لها دور سياسي وعسكري. السياسي وعسكري شملت تيتي شيري وإيه حتب وحتشبسوت، لكن إزيس الدور بتاعها كان دور ديني صح؟ فبالتالي الإجابة بتاعتنا هتكون هي إزيس. السؤال اللي بعد كده، عايزين نعرف العبارات اللي هتظهر لنا دي صح وخطأ وليه. أشرفت الدولة وحدها على تحقيق العدالة، طبعا إجابتنا خطأ، مش الدولة لوحدها، كان بيشارك معها أبناء المجتمع ويسد احتياجاتهم، وهو ما يسمى الآن دور المجتمع المدني في مواجهة مشكلات المجتمع، لأن المشكلات اللي موجودة في المجتمع الدولة مش هتقدر تحلها لوحدها، فهتساندها طبعا أبناء المجتمع. اختلفت الملابس في مصر الفرعونية باختلاف الطبقات، طبعا اتكلمنا عن الموضوع ده صح. أنا عندي المصريين القدماء ملابسهم كانت من الكتان، لكن ملابس الملوك والأغنياء اللي هي الطبقات العليا كانت بتصنع من الكتان الرقيق الناعم أو حرير مستورد من سوريا، وكانت الملابس بتاعتهم تطرز بالذهب أو الفضة أو الأحجار الكريمة. إذن اختلفت الملابس، ملابس العامة عن ملابس الأغنياء. عايزين ندي دليل على العبارات اللي قدامنا. سعت مصر الفرعونية إلى محاربة الفساد والمحسوبية،
طبعا ده حصل من خلال نصائح حكماء المجتمع اللي كانت موجودة بجانب القوانين. كانت منازل المصريين القدماء تتميز بالبساطة. الدليل على كده ان هي كانت بتتكون من طابق واحد، دور واحد، حجرة واحدة، وممكن تتصل بفناء، والاساس بتاعها بسيط، فرش المنزل كان بسيط جدا. سعى المصري القديم في تحقيق التوازن بين المرح والعمل. دليلنا على كده ان المصريين اقبلوا على الحياة وقدروا ان هم يوازنوا بين العمل الجاد واللهو والمرح، واستمتع بكل مباهج الحياة لكن دون اسراف. السؤال الرابع، نقرأ الفقرة مع بعض. إن من يعمل بالنهار كله لا ينعم بلحظة ممتعة، يعني اللي يقضي حياته كلها شغل مش هيقدر أنه يستمتع بالحياة. وكذلك الذي يقضي يومه في اللهو واللعب فإنه لا يجد قوت يومه، اللي يفضل يلعب ده ما بيشتغلش مش هتلاقي يأكل. في ضوء هذه العبارة وضح القيم المستخلصة من هذه العبارة. طبعا احنا نستخلص أهمية التوازن ما بين العمل الجاد وما بين اللهو، فيقول لي أن الحياة ليست عمل فقط أو لهو فقط، لابد من الموازنة بين العمل الجاد واللهو دون إسراف. هيديني شكل وأبدأ ألاحظ الشكل كويس عشان أقدر أجاوب على الأسئلة المتعلقة به. الشكل اللي قدامي جايب لي التقسيم الهرمي لطبقات المجتمع المصري القديم، وكاتب لي هل يمكن أن يكون الناس طبقة واحدة فقط وليه؟ طبعا استحالة تكون الناس طبقة واحدة. طب ليه؟ طبعا مش هتلاقي حد مثلا يشتغل في وظيفة حاكم البلاد، مش هتلاقي حد يشتغل في وظيفة تاجر أو زارع أو صناع أو غيره، فبالتالي نقدر ان احنا نوفر كل الأعمال في الدولة. وطبعا دي من فطرة ربنا سبحانه وتعالى ان هو يخلق الناس لطبقات، وربنا سبحانه وتعالى بينزل كل حاجة بقدر. ما الفرق بين التمييز والتقسيم الطبقي؟ التمييز ان انا مفيش عدل، مفيش مساواة بين الطبقات، بميز طبقة على طبقة، يبقى هنا مفيش عدالة اجتماعية. لكن التقسيم انا بقسم المجتمع زي ما احنا شايفين الى مجموعة طبقات زي ما احنا شرحناها في الدرس بدون اي تمييز، وكل طبقة عارفة حقوقها وواجباتها، يبقى في فرق كبير بين التمييز وبين التقسيم الطبقي. طب ازاي الانسان ينتقل من طبقة الى اخرى لو تمسك او فرط في الحاجات اللي احنا هنقولها دلوقتي بالعمل والجد والاجتهاد؟ يقدر الانسان ان هو يرتقي من طبقة تانية، ولو اتخلى عن الكلام ده بيبدأ ينزل من الطبقة بتاعته لطبقة اخرى. برضو مدينا نص نقراه مع بعض من قوانين حور محب اللي احنا قلنا بتقضي على الفساد. اولا بيقول لك معاقبة من يظلم الفلاحين وما يقوم به موظف الضرائب من تلاعب، ان هو يفرض ضرائب باهظة او ان هو يسرق في الضرائب اللي بيفرضها على الفلاحين. معاقبة الذين يقترفون الجرائم في حق الشعب، منع القسوة وكثرة العمل على الارقاء اللي هم العبيد. ويبدأ يحدد لي أسئلة، يقول لي حدد أنواع الظلم كما فهمت من النص. طبعا الظلم اللي قدامنا لو استنتجناه تلاعب في الضرائب، القسوة في العمل، دي من أنواع الظلم اللي موجودة في النص اللي أمامي. فماذا يحدث إذا لم يطبق القانون على الجميع؟ لو القانون طبق على ناس وناس مفيش عدالة، طبعا هيحصل عدم وجود عدل واستقرار وأمان في المجتمع. مدي لي نص قدامي من خلال قراءتك للنص التالي أثر هذه التعليم في المجتمع. نقرأ مع بعض كده النص. من الواجبات الزوجية قال الحكيم بتاع حتب، وده من حكماء الدولة القديمة، إذا كنت عاقلا فأسس لنفسك دارا وأحبب زوجتك حبا جما وآتيها طعامها وزودها بالثياب فيحق لمثمر لصاحبه، وإياك ومنازعتها ولا تكن شديدا عليها فباللين تستطيع أن تمتلك قلبها. طبعا التعليم دي بتحرص على وجود الود والحب والاحترام بين الزوجين. يبقى التعليم دي أثرها إيه على المجتمع المصري؟
ساد الأمن والاستقرار والود والحب والترابط الأسري في المجتمع. وبكده أعزائي طلاب وطلبة الصف الأول الثانوي نكون انتهينا من حلقتنا النهاردة اللي اتكلمنا فيها على الحياة الاجتماعية، عرفنا فيها طبقات المجتمع، العدالة الاجتماعية، اتكلمنا عن الحياة العالية والمسكن والأساس المنزلي، اتكلمنا فيها على أعياد واحتفالات والألعاب الرياضية اللي مارسها المصريين القدماء. ياريت ما ننساش نبدأ نعمل لايك شير نفعل الجرس عشان نقدر نوصل لنا كل حاجة جديدة، أو ممكن ندخل على قوائم التشغيل للصف الأول الثانوي الأستاذ وليد السري تظهر لك كل الحلقات، وتابعوا الأسئلة اللي موجودة في نهاية كل فيديو سواء الأسئلة التفاعلي أو أسئلة الشيت عشان تعم الاستفادة بشكل أفضل.